فكرت قبل كده ليه الحكومة والنظام والرئيس والدنيا كلها قلقانة من أحمد طنطاوي وخايفة منه بالشكل ده؟ تعالوا نفكر مع بعض كده، ليه صحيح هما خايفين منه ليه؟ ليه بيمنعوه من التوكيلات مع إن النهاردة الحمد لله الأمور أحسن يعني في موضوع التوكيلات؟ لما جيت فكرت كده لقيت إن الناس بتقول لك يا عمي أصله أحمد طنطاوي ده مدعوم من بره. مدعوم من بره ازاي؟ ده الغرب كله بيتكلم عنه يا عمي، ده البرلمان الاوروبي مطلع بيان النهارده وبيطالب السيسي وبيطالب الحكومه ان هم يسيبوه في حاله ويفرجوا عن اعضاء حملته والكلام ده كله، ده الاعلام الغربي كله، وول ستريت جورنال امبارح متكلمه عنه، والايكونومست في بريطانيا، والواشنطن بوست في الافتتاحيه بتاعتها، يعني هيئه التحرير كلها بتتكلم عن احمد طنطاوي وبتقول انه لا وسيبوه وكلام زي كده. فالدنيا بره كلها يا عم مع احمد طنطاوي. والله ده ممكن يكون سبب، بس مش هو ده اللي مخوف النظام من أحمد الطنطاوي. حد تاني هيقول لك يا باشا والله أصله أحمد الطنطاوي ده دلوقتي دول الخليج مش مبسوطة من السيسي، وعشان موضوع المعونات اللي ضيعها والكلام ده، وما بقوش يدفعوا له فلوس ومش عارف ايه وبتاع، فممكن تكون السعودية دعم طنطاوي، ممكن تكون الإمارات عايزة مش عارف ايه، ما هو أصل الدنيا كلها بتضغط دلوقتي على السيسي وبتاع، فممكن يكون مثلا دول الخليج معاه. والله برضو ممكن يكون ده سبب، بس لا ما هوش ده المنطق برضو، مش عشان كده النظام خايف من أحمد طنطاوي. شوفوا جماعة باختصار شديد، النظام خايف من أحمد طنطاوي عشان شعار حملته يحيى الأمل. النظام الحالي والرئيس الحالي والحكومة الحالية قتلوا الأمل في نفوس أجيال كتير قوي، جيلي وجيل أصغر مني وجيل أصغر من الجيل الأصغر مني وجيل أكبر مني وجيل أكبر من الجيل الأكبر مني. النظام بقاله 10 سنين حسسنا إن مفيش أمل في حاجة، إن إحنا ما نقدرش نعمل حاجة، إنه مفيش تغيير، إن عبد الفتاح السيسي هيفضل يحكمنا لحد ما يموت، ويجي محمود ابنه يمسك مكانه لحد ما يموت أو إحنا نموت، يعني أيهم أقرب. فالمشكلة الحقيقية اللي مخوفة النظام من أحمد الطنطاوي إنه واحد شبه الناس، إنه بيحيي الأمل في الناس، إن الناس في الشوارع ملمومة حواليه، سواء عرفوا يعملوا توكيلات أو ما عرفوش، قدروا يدخلوا الشهر العقاري أو ما قدروش، قدروا يوصلوه إنه يبقى مرشح رسمي أو النظام عرف يعمل لعبة وما يوصلوش للمرحلة دي. بغض النظر عن النتيجة اللي هتحصل، كلنا عارفين إن الانتخابات الرئاسية السيسي اللي هيكسب فيها، لكن وجود أحمد طنطاوي في وسط الناس في وسط الشوارع، هتاف الناس اللي حصل في مطروح، الحالة اللي بدأت تحصل، الجرأة اللي بدأت عند الناس، حاجز الخوف اللي بيتكسر يوم ورا التاني، حالة الأمل إن الناس بدأت تحس إنها تقدر تتكلم، تقدر تعبر، تقدر تقول رأيها، وفي واحد كده بيحاولوا يدار وراه اسمه أحمد الطنطاوي. ده السبب الرئيسي اللي مخلي عبد الفتاح السيسي شخصيا ونظامه وحكومته خايفين من احمد طنطاوي. لو لسه ما عملتش توكيل انزل النهارده او بكره اعمل توكيلات، دي فرصه، ساهم في احياء الامل، قول يحيى الامل زي ما احمد طنطاوي بيقول، وخلي النظام يفضل خايف.